جزاكم الله خيرا. هل يجوز إذا أعطى لي زوجي مصروفي الخاص أن أتصدق به للفقراء أو أحد أقربائي المحتاجين دون علمه في دوني؟ جزاكم الله خيرا. إذا لم يحصل بهذا ضرر على الأولاد وكان فيه زيادة فلا بأس بالتصدق منه، وأنت مأجورة وهو مأجور على ذلك. أما إذا كان هذا يضر بالأولاد فإن هذا لا يجوز.